عمك رضا وحمادي في القهوة متجالسين يستناو في فريد باب جديد باش يفعقو ويترجقو الرمانة ويلمو الغرام من جديد ويولو بحذانة. تلفت رضا الحمادي وقالو: زعم يا حمادي هذا السيد اللي لوجو عليه، هذا السيد اللي بشيت لهنا بكباشنا ويجيب لنا تراح اسباح وليل، زعما يعرف يداوي، يعرف يخدم، يعرف يعلف، عنده نظرة ويوصلنا للبطولة ويردنا في المناصب لولا. تلفت له حمادي وقال له: يا رضا، فريد باب جديد في العمر صغير ماهوش كبير، أما متصنط لغرام من عند عباد فيه أساطير، جدوده كانوا في الربط بالحق بالغرام يطيروا تيران، عندهم قواعد يعيشوا بهم في الغرام، ورقة وستيلو تباشيرة وصبورة، ويعطيك دروس في الغرام تبقى تتعلم وتفهم شنية الحكاية وزيد يبسط لك الصورة. أنا متأكد اللي فريد باب جديد كان يدخل معانا في الكوميتا وكان نتبعوه النجم ونوصلوا لبعيد. هما كاكا يستناو وفريد قال سلام على الرجال. قام عمك حماد يسلم عليه، عمك رضا هز وحطه، حسوا صغير في العمر وما هضموش، جبت كرسي فريد وقعد. قال: وينك يا عم حمادي يا بيه، ليك وحشة، قعدنا سنين ما تقابلناش، لا تحت بن مروك من عند أحمد اللي يبيع في المعدنوس باب المرشي، أعطاني النمر متاعك، كلمتك على حكاية يا أخي، أنت هاك طلعت حاجتك بيا. هيا يا عم حمادي، تبدأ أنت ولا نبدأ أنا؟ قال له: يا فريد، اللي جيتني على جيلو أنا ننفذهولك من قبل ما نسمعه، أما أنا تو نحبك أنت تسمعني، نحبك أنت تفهمني وتتمع الكلام اللي باش نقوله لك. يا فريد، في الكور سريحتي ما فماش، في الغرام ولوا يتعفصوا عليا ويتعداو، في البطحة عندي مدة ما ريتش الربح، خسارة في جرة خسارة، مخزن فرغ، فلوس مطيشة، اختيارات خاسرة، خلتني من العباد الكركارة. يا فريد، اكثر علي الكلام متاع النبارة، صدقني وليت في الغرام ذايا كيما اللي عنده عمارة ويكري فيها بالليلة لبنات الوصول. تيماك تعرف لازمتك تخلي بصمة في الغرام على خاطر تعرف اللي الزمان يطول. يا فريد، جيتك باش توريهم الغرام والأصول، إبداعاتك، فنك، فازاتك، قعداتك وقصاتك، تلصيقاتك، تعليفك، تخديمك، ززانك واختياراتك، دماغاتك وهروبك، دخلانك، خرجاتك، وتوريهم شنية تنجم تخرج إناراتك. لفت فريد وقال له: والله يا عم حمادي ما نكذبش عليك، الأخبار وصل في باب جديد، خساير كل يوم ربي يحلم، كباش ماشي يا زيزي وربي يعلم، كباش تهبط بلاش تخديم وبلاش حضور، خليك في الغرام هذايا تندم. أما أنا يا عم حمادي عندي سؤال لازم تجاوبني عليه باش نعرف شنية نعمل، انت حاجتك باش تعمل بطل ولا حاجتك باش تشيخ بالقرن، ولا حاجتك بسيطرة في الغرام كل عام يتعمل بطل على 10-15 سنة، كل عام أقل حاجة توصل للدومي فينال فينال؟ لفت حمادي وقال له: والله يا فريد ما فهمتكش، زيد فسر لي. قال له: يا عم حمادي،
كانت تحب تعمل بطل لستحقه، كان برشا فلوس، نظرة باهية، وشوية اكسبيريونس، ونوصلوا بطل بإذن الله. وباش نستحقه كان كبش واحد كان تحب تعمل الشيخة في الغرام، أكيكا لازمتنا برشا فلوس، كيما لازمتنا نفوس صافية، كيما لازمتنا نخلوها تمشي على ربي، نشريو نخدمو نحضرو ونززيو ونشكلو رادع وسيب، وخلي الغرام يقود فينا وهو يكون رئيس السفينة. أما كانت تحب تسيطر على البطولة 10 سنين وكل عام تكون موجود يا في الفينال يا في الديمي فينال، وكباشك عند الناس متسمين، لازمتنا برشا فلوس وبرشا صبر وبرشا 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 خدمة وخبيثة وذكاء ونظام، وذا الكل ما يجيش في عام. تعطيني فرصتي نعمل لك بطل في عام، تحب تسيطر على البطولة اعطيني عامين ونعطيك مخزن تنجم تمشي بيه لبعيد. تلفت رضا بعد كلام طويل وقال: يا فريد ما فهمتكش، انا لتوا ما زلت ما فهمتكش، شنية عام، شنية عامين، شنية فلوس، شنية شيخ؟ ماذا بيك تفهم لنا كلامك باش نعرفو شنعطوش ما نعطوش. قال له: شوف خويا رضا، كان تحبوا تعملوا الشيخة في الغرام، ناخذوا كباش ربعان وكباش 6 سنات، نربطوهم 6 شهيرات ونهبطوا بهم للبطح ونشيخوا مع الرجال، او نقوموا بواحد في الليل كبش مخوف تونس الكل نلعبوا عليه ورقة، وروفونش عنده 5 سنين نرجعوه نلعبوا في الغرام، اخرتوا الشيخة مغرومين بلاش هدف، ونخلوا الاقدار تعزنا، يمكن نعملوا بطل يمكن لا، كبش نعملوا بيه 10 تراح في عام، كبش نسيبوه مرتين في النهار، كبش نربيع يربح زديس متاع مغرومين اخرين، والكل شيخة وبنا وغادي الحماس في الغرام. كنقول لك تحب تعمل بطل، الحكايه الكل نمشيو ونشريو كبش ماشي في الكورسة، عملت رحين ولا 3 ونبدو متفرجين فيه مليح، نجيبوه ونصبروا عليه، نعلفوه، نخدموه، نحضروه، وكل تشكيلة نشكلو هالو لازمتها تكون في بلاصتها، شكلو كان مع عبيد نوامر نمشو بيه كل الكباش التعبة في الكورسة مش للطنطن، ونلعب ورقة كان في الديمي فينال والفينال باش نكون فرميو ونخليو الكبش ياخو ثقة في روح، والأكثر من هذا ماذا بينا نربطوه كان هو وحده في المرض أكيكا باش نعرفو المال وين ماشي وين جاي. لفت رضا قال له: أكيا فهمتك، أما شنية معناها تقول لي تسيطر على البطولة 10 سنين؟ قال له: أكيكا ما تدخلش في الفلوس على قد ما تدخل في الخدمة والصبر، ندخل على مخزن فارغ يللش، ناخذو عليلش فرناني، ناخذو بريكس فرناني، كباش 4 سنات فرناني، وكباش 6 سنات، عدنا 4 أنواع متاع كباش، وكي الجمعية كادي، جينيور، اسبوار، سينيور. الفروخ اللي ناخذوها مع ليلش العمر يبدأ 6 شهور حتى 8 شهور، خلوهم عينينا عليهم وما نطالبين منهم شيء بخلاف قرهم يطلع بشوي بشوي، وزينة مخزننا ونستحقوهم 3 سنين لقدام، ما نشروش وحاجة من إنتاجنا نحن. عليل كباش
براكس مازال عنده سنتين في فمه، مازال كي يبدا حياته نفهموه. كان عنده عيب يبان لنا من تو، وبعد عامين نجمو نشيخو بيه ومربوط من اللي هو بركوس. شوف شي يستنى فيه كبيش 4 سنين واللي هو الصف الثالث في المخزن متاعنا كبيش ربعان، وذي اللي باش تخدم عليها الخدمة الصحيحة. أي غلطة تصير في الكباش 6 سنين لازمتها ما عادش تعاود تصير في الكباش 4 سنين، والكباش 4 سنين بعد عام يهبطوا للبتاح. الكباش 6 سنين هما اللي باش نبداو بهم ونفرشوا بهم وراقنا. أكيد باش يصدف منهم واحد يتعدى عام تلقى عندك كبس 6 سنين ماشي في الكورسة هذا لو مزوز، وتلقى عندك كباش 4 سنين مربوطة عام وما عملت حتى دماغ، تفرش ورقك الثانين. بعد عامين تلقى كبش من 6 سنين ماشي مليح في الكورسة، وكبش من 4 سنين ماشي مليح في الكورسة، وقيت باش تفرش كبش من اللي كانوا مربوطين بسنتين تعدوا عليهم عامين ولا 6 سنين وقيت باش نتفرجوا بيه. أجيال وراء أجيال تبدأ تعارك في 2023 وعندك كباش باش تهبط 2024 و2025 و2026 ولحبل على الجرارة. وعلى فكرة كل عام نشري وكباش. طلباتي حتى واحد فيكم ما يدخل لي في نظرتي في الغرام اللي نقول عليه يتشرى يتشرى، واللي نقول عليه لا لا. الحاجة الثانية نخدم وحدي، نعلف وحدي، نداوي وحدي، وما نحب حتى راي من اللي عندكم باش انا بعد نتحمل المسؤولية التامة. والحاجة الثالثة أي كبش ما يتسيب إلا ما أنا نقول يتسيب. لفت له حمادي وقال له إيه أعطيت فوائد المخزن وأعطيت طلباتك، أعطينا نحن باش نستفادوا. قال له عم حمادي وعم رضا انتوما باش تستفادوا كباش معاركية تهبط لي لبتاحي تروح كم بالميدالية، وما تخافوش انا 6 شهيرات بعد قدرة الله كل شهر نعطيكم كبش تسيبوه باسمكم وانا حتى حد ما يسمع بيا، اما على شرط لازمتني نقولكم انا هو الكبش اللي تبداو بيه. اون بليوس لازمتنا نبداو بكبش ما نصدموش برشا، باش كان الكبش الاولاني ما نجحش نمشكيو حساباتنا ونصفيو من مخازننا قبل ما نعاودو نغلطو الغلطة الثانية. اول عام في الكوميتا متاعنا باش يكون تضحيات وتعليم وناخذوا على بعضنا ونفهموا بعضنا قدرة الله. ثاني عام وثالث عام ورابع عام نولي ندخل لكم في فلوس من الغرام ونولوا ما عادش نشريو ونعملوا حاجة في الفينال. وهذا كان ما نروحوش بالتيترويت وتولي عدنا جميع الأبطال. رضا مقتنع بكلام فريد وكيف كيف حمادي عاجبه الحال. لفتولو قالولو شنية مازلت تحب تزيد يا فريد؟ قالهم لمبات انا مبات في المخزن، اما الشهرية لازمتها تكون 3 ملايين في الشهر. لفت رضا وقالو شهريتك انت يا فريد 3 ملايين؟ قالو ايه نعم 3 ملايين ما هو مش برشا خطر صوم كبش من الكباش اللي باش تشريهم. واضحين خلي لكم نمرويا وكان موافقين كلموني.
لفت له حمادي وقال له اوكي يا فريد نعمل وراي ونكلموك. نذير وابوه عبد الكريم قاعدين في المخزن وحاطين حسني ويمروح كنذير على الكانون ويشوي في كعبات التريليا، وعبد الكريم زاهي ويقول اه يا نذير عدنا كبيش مصلي عني بمحمد 4 تراح في 4 عيام. يا نذير باش تصبر عليه ولا لا؟ لفت نذير وقال له يا بابا انا خايف لنصبر عليه وقت الجرح يتلم من وجهه ويولي ما عادش يتوجع في وجهه وما عاش يدنقس راسه في كرايمه وكيكا ما عادش نجمو نطيروا القرون في البطاحي يا بابا. لفت له عبد الكريم وقال له برجو ليا يا ولدي نذير لدرع لازمته راح نمشي وناخذك بيش يبدا شطير حضور ونربطوه وكان تحك حكوا علينا هاوكا نخرج لهم بالكبيش جديد وخلي لدرع يرتاح. تلفت نذير وقال له يا بابا اش باش نقول لك في الربط الحس بايت لا ولد بهيجة شراه لا عم حسن عاود خرج حتى أعدائي عم حمادي وعم رضا ملي طيرت لهم قرون آخر ليلة ما عاودوا شروا شيء ما باليدي حيلة. نذير مسيطرة على الربط نذير مخليهم الكلهم خانسين يا بابا اللي يطلبني نطير له قرون وما نربحوش. لفت له عبد الكريم وقال له تعرف يا نذير فكرتني في صاحب كان قبل معايا وانا صغير في سوق اللوح اسمه لطفي هبرة. لطفي هبرة يا عز الناس طفل دلول ودمدوم برشا كان مغروم زمني وقديم بالرغم اللي والديه كانوا عاكسينه في الغرام اما كان رمي الصحبة على راجل في اول السوق كان يمشي بحذاه ويحط كريسي ويتصنت بعد ما يسمع نسيب الكتب من عنده يجينا ويحكينا. من اكثر الجمل اللي كان يقول فيهم لطفي هبرة اللي هو اصلا يعاود فيهم من لسان الراجل اللي في اول السوق كان يقول مغروم ونقد روحي مغروم وبش نعمل بطل ماهوش طموحي مغروم ونقد روحي مغروم ولا غرام يبرد لي جروحي مغروم ونقد روحي مغروم ونعرف اللي لغرام ذايا يخليك لاهي كان في روحي وانا برشا لاهين بيا وبرشا يعسوا عليا على خاطر عندي بطل خلاني من العباد الحاضرة مش المنسية. حاسيلو في نهار من النهارات لطفي هبرة مشال الرجل ذاك اللي عنده مخزن في اول السوق دق عليه الباب وكان الرجل ما حلش كيف كيف النهار الثاني النهار الثالث إلا هذا الرابع أقى الراجل ما عنده حتى خبر في السوق المخزن متاعه مسكر والكباش الداخل نشوفه فيهم مش شباك وهو لا حس لا خبر حتى حانوته ما فماش. وصل الجمعة جمعتين 3 جمعات أكل راجل مارينا هوش وما سمعناش بيه وما عنده حتى خبر عليه وقالت في هبرة حاير ويقول لو كان يطلع السيد ذي صارت له حاجة كيفاش شهر من الزمان ما نشوفوش والكباش لا باس عليهم
وقتاش يعرفوا وشكون يشرب فيهم وشكون يخدم فيهم وشكون لاهي بيهم. وقت اللي مولى المولى مسكر محل وعنده 30 يوم ما بانش، وبعد 3 شهور لطفي قال والله ما نحط كرسي ونقعد قدام باب المخزن متاع السيدة ذايا ونفهم كيفاش مخزن مسكر أكثر من 3 شهور والكباش من الداخل ما ماتتش وكل يوم تقدح في الجرة ولا باس عليها. أكلت في حط كرسي ساعة ساعتين 10 15 20 وصل ل24 ساعة واحنا نقولوا له يا لطفي يا روح. رقدنا قمنا قرينا جينا وكلطفي باقي قاعد يستنى. وبعد 32 ساعة بالضبط بالضبط 5 متاع الصباح لطفي قاعد على الكرسي ورشق عينيه في باب المخزن ويشوف في الضوء شعل من الداخل. قال غريبة شكون اللي حل الضوء وقت اللي الباب ما تحلش من نصله. مشى لطفي يطل من الشباك يشوف في عبد قاعد يوكل في الكباش. تلفت نذير وقال هي يا بابا شكون اللي يوكل فيهم الكباش 3 شهور وكيفاش تخلي المخزن من نصله شعل الضوء؟ تلفت عمك عبد الكريم وقال شنية الريحة ذي يا نذير الحوت حرق برا يا ولدي هبتهم من على الكانون. عمك حمادي وعمك رضا قاعدين يتشاوروا. تلفت حمادي الرضا وقال له يا حمادي زعمة نوافقوا ولا ما نوافقوش؟ تلفت رضا وقال له برجوليه يا حمادي شروطه صعيبة برشا فلوس وما يدخل لي حد في اختياراتي وبرشا ثقة في النفس. ظهر لي باش يطلعنا حماسة آخر القعدة 3 ملايين شهرية برشا. لفت له حمادي وقال له يا رضا أراو باش يخدم وحده أراو باش يعلف وحده أراو باش يداوي وحده أراو باش يختار لك باش وحده ويززي وحده. احنا بخلاف ندفعوا الفلوس ونهبطوا للبطاحي نربحوا المسيابات ما نعملوا حد شيء. لفت له رضا وقال له انا موافق يا حمادي اما على شرط. قال له اشرط يا رضا؟ قال له الشرط ذايا مش ليك انت، الشرط ذايا نقوله الفريد في وجهه وكان من رفض ليا وليها ربي. طاح ليل طلع نهار عمك حمادي يكلم فريد قال له يجيني للقهوه باش نحكي لك حكايه باهيه. جاء فريد تقابل مع حمادي ورضا. لفت له حمادي وقال له فريد انا موافق على شروطك الكل اما رضا عنده شرط كما انت شرطت حتى هو يحب يشرط. لفت له رضا وقال له فريد تمشي معايا للبلديه ونصحه كونتراتو كل كبش ما يمشيش كما احنا نحبه تتحاسب قانونيا. وهذه يا فريد اسمها خيانة مؤتمن. احنا باش نأمنوك على كباشنا وعلى مخزننا وكان لا قدر الله تصير حاجة لكباشنا والمخزننا احنا ما نش متاع عيب ومتاع مشاكل وضرب وليك وليا. ثم قانون بيناتنا هو اللي يحدد الأضرار ويعطينا تعويض وكان ما تدفعش التعويض يتطبق عليك القانون كانك مخالف. شقولك يا فريد في الدبارة ذي مش باهية؟
بابا اخويا توها مزلت كي جيت، درنسيبي يا بهين وانتي فين والحب فين، شلا تكونوا في الغرام هذايا الزاهين. مسلسل صنعة الغرام الجزء الثاني الحلقة 22، خلي كومونتير بارتي 23. الحلمة مازالت طويلة ما عندهاش انتهاء. هنوني عليكم 3 جمل متاع العادة، ربي خلص وحل خونا ماهر المحروق. ديديكاس فتوح حي الخضرة عز الناس. جهاد الخروبي خو راك وربي يبارك لك ويرجعك على خير. ناس تور باري فرنسا. السيكا والرفدة اخواتي من قبل مش من تو. ابوني فو لا فامي. والله قفاف انت. ها؟ انت قفاف. انا قفاف صحيح. خذها عندك.